مساء الخير ومرحبا بكم، تحية لكل من يشاهد فينا هذه قناة تونسنا. استرجاع الأموال مسألة تقنية. أغلبية الأحساب مدعومة بالمال الفاسد. اليوم ماناش قاعدين نحاسبوا في بعضنا. هناك عديد الاستفهامات والأسئلة التي لابد من إيجاد حلول أو أجوبة لها. مقاومة ظاهرة الإرهاب لا تقتصر فقط على إجراءات أو حلول قانونية، ولا فقط على حلول ومقاربات أمنية. ثم شخصية سياسية نجم تكون عضو في المجلس التأسيسي باش يتعرض لاغتيال. ضعفنا أمام الإرهاب وأمام المافيا وأمام الفساد لما ضعفت الدولة. أنا حلمي كلمة واحدة، أن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب ولا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا لي الوطن. برنامج 90 دقيقة في سهرية كل ثلاث التسعة متاع الليل مباشرة على تونسنا.